يا هلا فيكم من جديد. حذرت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات من أضرار نوعين جديدين من المخدرات ظهرا أخيرا في بعض الدول العربية، وهما ما يطلق عليهما السبايسي والجوكر من مجموعة الفودو أو كيتو، ويعدان من المخدرات المستحدثة مثل الشبو أو الميثامفيتامين والمخدرات المصنعة ومواد الكيميكال، كما حذرت من خطورتها لأنها تؤدي إلى إتلاف الجهاز العصبي المركزي خصوصا المخ، ما ينتج عنها هبوط حاد في الجهاز التنفسي وقد تؤدي في أسوأ الحالات إلى الوفاة المفاجئة. للحديث حول هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ومساعد مدير عام مكافحة المخدرات للشؤون الوقائية الأستاذ عبد الله الشريف. أستاذ عبد الله مساك الله بالخير. مساك الله بالخير، طال عمرك، اهلا وسهلا بك وبجميع المشاهدين والمشاهدات. حياك الله. بدايه استاذ عبد الله، لو تشرح لنا يعني من اين بدات تنتشر هذه الانواع الجديده؟ يعني هل تم التاكد او ثبات دخولها الى المملكه؟ اولا مثل ما تفضلت بالنسبه للتعريف عن مخدر الفودو او كيتو، هذا طبعا انتشر في بعض دول العالم وخصوصا عندما أكدت له الأمم المتحدة، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وأيضا التقرير الذي صدر في عام 2004 وأشار إلى التخوف في المرحلة المقبلة عن مواد مخدرة كيميائية، وبدأت تظهر في ذاك الوقت على السطح مثل المخدر الفودو الذي يعرف الآن بعدد من أنواع خصوصا الجوكر أو السبايسي. ما يتعلق طبعا في الدول العربية، في المملكة العربية السعودية الحمد لله لم تشر الإحصائيات إلى الآن من ضبط مثل هذا المخدر، سواء عن طريق الجمارك أو المديرية العامة لمكافحة المخدرات أو حرس الحدود أو الجهات الأمنية. ما اتضح الآن لدينا في دولة الإمارات الشقيقة وأيضا دولة الكويت الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية. في الكويت ضبط يمكن قبل شهر أكبر كمية في الوطن العربي، 100 كيلو جرام من هذا المخدر. المشكلة أنه في هذا المخدر هو يحتوي على نوعين، نوع أعشاب أو نوع أيضا قريب إلى البخور مثل الأعواد. الشيء الآخر أيضا اللي يستغله مهربي المخدرات أيضا تلك الأعشاب ربما تأتي لوحدها. أيضا البودرة أو المواد الكيميائية تسمى سوبر نوفا أو الكيميكالز تأتي في أكياس عليها صور، مثلا صور ألعاب، صور أطفال، صور حلويات، صور أشباح، صور المرعب، مصاص الدماء، تجي على أشكال أنواع لأنه هي تصنع في غرب آسيا وأيضا في الصين وفي بعض الولايات المتحدة الأمريكية. هذا إحنا نشوف إحنا وأنت تتكلم قاعد نشوف بعض الصور لأشكالها، يعني الجوكر وغير الجوكر والكيتو تمام وغيرها من هذه المواد المخدرة اللي تدمر المخ كما ذكرتم. طيب سامي، لا يعني كونها تعود للمخدرات المصنعة وما أطلق عليها بالكيميكال، يعني أنا أريد أن أسألك مختص، ما الذي تشكله من خطورة تختلف عن خطورة المواد المخدرة اللي تكون مصادرها طبيعية مثل حشيش ولقات ولا غيرها؟ هو هذا أشكرك على هذا السؤال. هو في الواقع هناك تجار المخدرات ومافيا المخدرات وعصابات المخدرات وخصوصا أعداء الوطن. التجار المخدرات دائما يبحثون عن الربح السريع، عن المواد المخدرة الأكثر خطورة والأكثر تأثير على صحة الإنسان وعقله. هناك أشار تقرير عام 2015 الصادر من الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات إلى وجود الآن أكثر من 544 مادة مخدرة على مستوى العالم. في عام 2013 أشار ذلك التقرير إلى وجود 433 مخدر. هناك في تصاعد وتزايد وتغيير في المواد المخدرة خلاف المواد الطبيعية مثل الحشيش أو الأفيون أو المورفين أو الكوكايين. الحشيش أيضا هناك حشيش طبيعي وحشيش مصنع. المواد المخدرة أيضا المصنعة مثل حبوب الكبتاجون أو LSD
أو أيضا الأدوية الخاضعة للرقابة مثل الليريكا والترامادول والزناكس والروش. الإشكالية أنه تزايد مخاطر المخدرات وتزايد أشكاله وأنواعه وأصنافها. لذلك نحن في المملكة العربية السعودية وخصوصا من عن طريق اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الآن تتواصل مع العديد من المنظمات الدولية والسلطات الأمنية. نعم. وأيضا نطلع على جيد. القضايا التي يتم ضبطها طيب. في بعض العام. الخطر في هذا ايه. المادة المخدرة للأسف أنه سريع التأثير ويصيب الإنسان بالإدمان وأيضا بالأفكار الانتحارية وإيقاع الشخص المتعاطي بالجريمة. ربما يقتل القريب، يقتل الأب، يقتل الأم، يقتل الأخ، مثل ما حصل في الأردن. هذا أيضا حتى هناك في بعض الدول في غرب آسيا وتايلاند والصين وغيرها للأسف هناك تزايد في ارتباط تعاطي هذه المادة بجريمة طيب. القتل. لذلك نحن إن سمحت لي نحن متنبهين سواء في أجهزة مكافحة المخدرات والأجهزة الجمركية في المنافذ بالذات، سواء في المنافذ البرية والبحرية والجوية. أنا أثق تماما أن الإخوان ورجال الأمن متنبهين لهذا الوضع ومتأكدين له طيب. حتى لا يتسرب إلى المنافذ طيب. مثل هذا النوع. طيب أنا وقت داهمني بس بسألك سؤال أخير أستاذ عبد الله وبستغل وجودك معي. يعني ملاحظ في الشهر الماضي أن الصحف عندنا في السعودية كل يوم، وهذا يعني ما أتمنى ما يكون في مبالغة فيه، تعلن خبر إيقاف شحنات كبيرة جدا من الكبتاجون وغيرها في المنافذ البرية والبحرية وحتى نعم. الجوية في المملكة. نعم. هل حنا نبالغ ولا حنا فعلا صادقين نقول أننا نعيش هجمة حاليا تختلف عن سابقاتها في محاولة إدخال المخدرات لبلادنا؟ شكرا على السؤال. أولا لماذا نبالغ؟ هل يعني نفتخر إذا ضبطنا أكبر كميات من المواد المخدرة على مستوى دول العالم؟ غير صحيح هذا الحديث، لكن يجب أن يعلم الجميع أنه بلادنا مستهدفة، ونحن تحدثنا عن هذا بكثير سواء من خلال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللي هو منصور التركي أو التصريحات الأمنية في هذا الجانب. الضبطيات نحن نتابعها عن كثب، التقارير الأمنية والتقارير أيضا التقرير الوطني في اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات يؤكد مثل تلك الضبطيات سواء عن طريق الجمارك أو حرس الحدود أو المديرية العامة لمكافحة المخدرات. المتابعة أيضا خليني أرجع في عام 1436 أنه المملكة ضبطت أكثر من 66 مليون قرص من أقراص الكبتاجون، قبلها بعام 62 مليون، قبلها 100 مليون قرص من المواد المخدرة خصوصا ما يتعلق بالكبتاجون الحشيش. أيضا هناك يعني تصاعد وانخفاض خلال الثلاث سنوات الماضية، ربما أقل كان 32 طن ثم وصلت إلى 47 طن. نحن هذا الأمور أنا أعتقد بيانات وزارة الداخلية التي يتم الإعلان عنها كل 4 أشهر في كل عام وبين كل 4 أشهر أنا أعتقد هي أكبر دليل للمصداقية والثقة. التوجيهات واضحة، أن تكون القضايا الأمنية واضحة وشفافة أمام المجتمع السعودي جميل. حتى يعلم تماما شكراً. أنه مستهدف. شكرا لك سيد عبد الله، والله يقويكم ويعطيكم العافية على ما تبذلونه، والله يحمي شباب وشابات الوطن من كل ما يضرهم ومن كل من يستهدفنا في شبابنا. شكرا لك سيد عبد الله الشريف، الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ومساعد مدير عام مكافحة المخدرات للشؤون الوقائية. ما زلنا معكم مشاهدينا الكرام، فاصل قصير وبعد الفاصل نعود لكم.